المشاهدين، نلتقي بحضراتكم مباشرة اليوم من مدينة دبي، واحدة من أجمل مدن العالم واللي بتحتضن مباراة اليوم. والآن ينطلق الشوط الأول. ما زال البحث جاريا على هدف التقدم. جول! أول أهداف اللقاء. تنطلق المباراة من جديد. يبحثون عن ثغرة من أجل التعديل. دقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول. انطلاق جيد للكرة لتسجيل هدف